فعلى كل حال الناس بسبب هذا الهيجان، طبعا ليسوا جميعا، أقول بعض الناس على الأقل، أصبحوا يتسرعون في الحكم على الأشياء، وربما يتصورون الأمر هينا مع أنه متعلق بدين الله تعالى، وربما يكون ذلك منهجا في حياتهم في الحكم على كل شيء. لا يتثبتون في نقل الأخبار كما تعلمون، يرد أحدهم معلومة عن طريق صديق أو غيره فينشرها، انشر تؤجر، هكذا على الإطلاق. سبحان الله، مع أن الإشاعة خطيرة، يجب التثبت في النقل. فتبينوا، هذا منهاج القرآن، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، سواء كان هذا الأمر متعلقا بدين الله عز وجل أو متعلقا بأشخاص في أي مجال من المجالات. فالتسرع وعدم التثبت قد يكون نابعا من شخصية بعض الناس الذين لديهم شيء من الهيجان أو سرعة الغضب أو نقول سرعة الانفعال، وقد يكون نابعا من قلة ورع في الدين يدفعهم ذلك إلى عدم المبالغة. يدفعهم ذلك إلى الاستهتار، كما نرى من بعض الفتية الذين يقودون بسرعات جنونية ويهلكون أنفسهم ويهلكون غيرهم. فهذا ثمرة أو هذه نتيجة لهذه الأمراض أو الصفات التي أشرت إليها. فيجب عند معالجة هذه القضايا من التثبت، القضايا الفكرية، على الإنسان أن يعلم قدره فيقف عند حده ولا يخوض فيما لا يعلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا. سئل أحد أهل العلم فيما ورد في السير عن مسألة فقال لا أعلم، فقيل له ولا تستحي أن تقول لا تعلم وأنت فلان الذي أطبق علمك الآفاق وكذا وكذا؟ فقال كيف أستحي من شيء لم تستحي منه الملائكة؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فيجب علينا أن نتوقف عن ادعاء معرفة كل شيء. تطرح بعض القضايا في المجموعات وكل يدلي بدلوه، تارة تكون في السياسة وتارة في الاقتصاد وتارة في العلم الاجتماع وتارة تكون في الحلال والحرام، في أي مجال، وتجد كل أحد يجعل نفسه هو المرجع العالم فيها ويتكلم. علينا أن نتخلص من هذه الأمراض، من هذه الصفة الذميمة. علينا أن نتقبل قول لا أدري لا أعلم، أو على الأقل الله أعلم، إن كان يعظم على بعض الناس أن يقول لا أدري. لكن كما قال القائل الذي يكره هذا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله، الله تعالى يقول وفوق كل ذي علم عليم، ويقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فمن هذا؟ من يحسب نفسه؟ العجيب أن تجد بعض علماء الغرب في الجامعات متخصصين في مجال من المجالات
هم متعمقون فيه. الواحد واصل درجة بروفيسور لسنوات في تخصص دقيق جدا، ويسأل أحد الطلبة في بعض الأحيان أثناء إلقاء الدرس في الجامعة عن معلومة تتعلق بذلك التخصص، وقد يجيبه بكل يسر لا أدري، أو يجيبه على قدر علمه في تلك المسألة، يقول هذه المسألة مثلا لا زالت تبحث أو البحوث فيها غير مؤكدة علميا، وإنما تحتاج إلى مزيد من الدراسة، فيعطيك قدر المعلومة من الدقة لا يقطع بها، لأن هذه أمانة، هذا علم، فيجب أن يحترم العلم ويقدر. فأقول يجب التثبت، فليس الأمر بسيطا. نعم نحن نطالب بالانفتاح، نطالب بإعمال العقل، ولكن على بينة، على بصيرة، ليس بإطلاق الأمر دون قيود.